تبغي نظارات طبية وتريد نظارات شمسية أو حتى أنك تبغي تمشي على الموضة، حلقتنا اليوم إن شاء الله بنزور الجابر للنظارات واللي بتحصل عنده كل شيء تحتاج عيونك. خلونا وياكم نشوف المحل. حياكم. سؤالنا الأول في حلقة اليوم يقول: ما الحزام الذي يلفه متسلق النخل حول خصرة؟ خلونا نسأل ونشوف منو بيجاوب. يعطيك العافية. الله يعافيك. الاسم الكريم. إسلام الغزولي. والله والنعم يا إسلام. والنعم في حالك. خبرني شو تفطرت اليوم؟ فطرنا عند مكسيكان، أكل مكسيكي. حلو، كيف شفت الأكل؟ جيد؟ لا جيد تمام. بالعافية عليك، والله يتقبل منكم صيامكم. آمين يا رب منا ومنكم. عندي لك سؤال من برنامج الدليل، وإذا جاوبتني عليه إن شاء الله لك جائزة. إن شاء الله. سؤالك يقول: ما الحزام الذي يلفه متسلق النخل حول خصرة؟ أوف. الإماراتي. أوف. يعطيك العافية. الله يعافيك. اسم الكريم. فهد التميمي. والله والنعم يا فهد. ما عليك زود. فهد ما شاء الله فيها سمول. نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك. عندي لك سؤال، وإذا جاوبت إن شاء الله لك جائزة. إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالك يقول: ما الحزام الذي يلفه متسلق النخل حول خصرة؟ تعرف شو الحزام شو يسمونه؟ والله ما شيء ما أعرف. نهاية. عندك خيارات. اللي يتسلق فيه بالضبط، اللي بيتسلق فيه في النخل دائما يلف. انا اعرف اكثر من تسميه. عطني المسميات. في شداد و مش عارف بصراحه. حزام طلع النخل مش عارف. انت شفت شفتهم يتسلقون النخل بالطريقه هذه؟ بيحط النخله، بيحط الحزام على بطنه ويبقى مربوط على النخله ويطلع بيه حته واحده واحده. ما شاء الله عليك فاهم الموضوع. اذا شو اسم الشغله هذه، او شو اسم الحبل هذا، شو بيسمونه؟ شو بيسموه في الإمارات؟ شو بيسموه في الإمارات؟ لا صعب السؤال بصراحة. جداً؟ مش عايز أفتي بصراحة والناس تضحك عليا في الآخر. لا بالعكس. أي شيء، شيء مقرب. والله ماشي خيارات. أعطينا خيارات. ماشي خيارات لكن. يلا على خير. شكراً لك. الله يعافيك. يلا. حبل طلع النخل مش عارف والله. شكرا لك. حياك الله. مع السلامة. طريقة اللفة هذه اللي في الخصر ودائما شفتها سابق بيطلعوا بيها. مظبوط. مظبوط. النخل يعني انت ما شاء الله عندك معلومات. ولكن المسميات صعبة. هو الاسم اكيد حيكون صعب شوية. ممكن الحمال. لا اكيد. شكرا لك. شكرا على المشاركة. العفو اخوي. شكرا اخوي. حياك الله. شكرا. وحبول ومربط. جميل. عطني الخيار الثاني. الحبول. الحبول؟ أكيد؟ حبول شيء زي هيك بيقولوا له. الحبول أكيد؟ إن شاء الله. فعلاً جابت صحيحة يا أبو زيد. زيد شل المايك. خاصين المايك زيد. خلى عليك حبيبي. يلا مبروك يا بابا. زين مبروك 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 عليكم المايك. تفضل، هذه جائزتك مقدمة من هير لاب. شكراً لك. حياك الله. مع السلامة. السؤال الثاني لحلقة اليوم يقول: ما معدن الميداليات الممنوحة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى؟ خلونا نسأل ونشوف منو بيجاوب. مساك الله بالخير. يا هلا. سلام. الله يسلمك. ما شاء الله فيها سمول. هي الأجواء طيبة؟ طيبة طبعا. يعطيك العافية. الاسم الكريم. براء قزيحة. والله والنعم يا براء. براء عندي لك سؤال، وإذا جاوبت إن شاء الله لك جائزة. إن شاء الله. سؤالك يقول: ما معدن الميداليات الممنوحة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى؟ شو معدنها؟ مساك الله بالخير. مساء النور. الله يسلمك. خبرني كيف رمضان وياك، كيف تقضي رمضان؟ جميل، الصيام جميل ورمضان كريم. الله أكبر. الله يسلمك علينا وعليك إن شاء الله. الاسم الكريم قبل. محمود إن شاء الله. والله والنعم يا محمود. محمود عندي لك سؤال، وإذا جاوب إن شاء الله لك جائزة. إن شاء الله. سؤالك يقول: ما معدن الميداليات الممنوحة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى؟
شو معدنها؟ برونز. اوكي. ذهب. اوكي. فضة. اوكي. بس نحاس. يعطيك العافية. الله يسلمك. الله يخليك. الاسم الكريم. نشوى طه محمد. والله ونعم يا نشوى. الله يسلمك. نشوى رمضان كريم. علينا وعليك ان شاء الله. معناته ندخل على السؤال على طول. يلا. الدليل سؤال الدليل يقول ما معدن الميداليات الممنوحة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى؟ شو معدنها؟ الذهب يعني ولا فضة ولا؟ حلو. ذهب وفضة؟ برونز. الذهب؟ الذهب والفضة والبرونزية. أكيد؟ إن شاء الله. ما في وردي؟ في ذهب. حلو. وفضة. حلو. وبرونز. أكيد؟ أكيد. متأكد؟ ما في سيلفر؟ ما ذهب وفضة اللي هو سيلفر وبرونز. حلو. فعلا إجابتك صحيحة يا محمود وهذه جائزتك مقدمة. شكرا. من جابر للنظارات. يعطيك العافية. شكرا. شكرا لك. ذهب فضة وبرونز. ذهب فضة وبرونز. أكيد. أكيد. متأكد؟ متأكد. صح صح. فعلا إجابتك صحيحة بجائزتك مقدمة. شكرا. من جابر للنظارات. شكرا لك. شكرا. الله يحفظك. حياك الله. يسلمك. كل عام بخير. أعطيني ثلاث خيارات اللي قلتيها. عفوا. اللي هي برونز. أوكي. ذهب. أوكي. وفضة. وهذا سكوتش أند سودا هديتك. يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا. شكرا. يعطيك العافية. وردية؟ لا ما في وردية. فعلا إجابتك صحيحة وهذه جائزتك مقدمة من جابر للنظارة. شكرا لك. السلام عليكم. رمضان كريم. سؤالنا الثالث من حلقة اليوم يقول شو هي الزهبة؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. الاسم الكريم. خالد يونس البلوشي. راشد. خالد البلوشي. والله ونعم يا خالد. نعم خالد. خالد كلمني ما شاء الله رمضان وياسمول كيف تقضونها؟ والله ني ياسمول ني لسكوفي نشاورهم بين الربع ونسولف عقب الرد نصلي تراويح ونرد عند الأهل ونجلس عندهم نسمع أخبارهم وعلومهم. يعطيك العافية. الله يعافيك. خالد سؤالك يقول شو هي الزهبة؟ الزهبة ما هي الزهبة؟ تعرفين شو يعني الزهبة؟ لا نهائياً؟ لا. عندي سؤال من الدليل وإذا جاوبتي إن شاء الله جائزة. تفضل. سؤالك ما هي الزهبة؟ الزهبة 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 الإماراتية شو هي؟ عبارة عن إيش؟ يعني أنت ما شاء الله عليك يعني مرأة في المفروض تعرفين هذه الأمور اللي قاعدة تصلاً. هو معرفة الذهب بس معرفش الزهبة. الزهبة شو تعني بالإمارات الزهبة؟ الزهبة. لا مش عارف. فكري فيها. طب لمح لي شوي. هي أكل، هي ملابس، هي عادات وتقاليد. عادات تقاليد. عادات تقاليد. صحيح. ذهبة. الزهبة. لا مش عارف. شكرا لك. شكرا لك. حياك الله. معني مواليد الإمارات. لا ما يصير معناته نحن نزعل عليك. لا ممكن لها اسم تاني عندنا بس أنا ما. هي أكيد أكيد لها مسمى آخر عندكم أنتوا لكن نحن نسميها الزهبة دائما. السلام طريقة السلام. لا لا. أوكي. آخر جواب أخذت إياه. الزهبة الإماراتية. القعدة الشعبية. لا. يعطيك العافية. الله يخليك. شكرا لك. حياك الله. الله يخليك. مرسي. هي مش الذهب اللي قدم المعرس للعروس. أيوة. وتكون عبارة عن تقريبا هي مش المهر. تفرق عن المهر. هي قطع من الذهب. نفس قطع من الذهب. يعني تجهيز. هي من نوع من أنواع التجهيزات للعروس. تجهيزات للعروس. أي نعم. أكيد. أكيد. فعلا جاوبت صحيح ما أقدر أقولك غلط. تم هالدار يعني. هذه جائزتك مقدمة من سكوتش أند سودا. يعطيك العافية. مشكور. يعطيك العافية. ما تقصر. حياك الله. وصلنا للسؤال الأخير من حلقة اليوم في الدليل واللي يقول أكمل المثل التالي الذهب زينة والباقي أنتوا كملوه مشاهدينا. يعطيك العافية. الله يعافيك. الاسم الكريم. جوني عزير. أهلين يا جوني. حبيبي. جوني في ياسمول ما شاء الله تسوق. شو والله أنا مبارح حضرت البرنامج وكتير حلو فحبيت أجي اليوم على ياسمول لأشترك فيه. يعطيك العافية. إن شاء الله تكون من ضمن الفايزين. إن شاء الله. جوني يقول سؤالك
أكمل المثل التالي: الذهب زينة وشو؟ الذهب زينة. ذهب زينة. مساك الله بالخير. مساء النور. الله يسلمك. الاسم الكريم؟ نسرين. نسرين، والنعم يا نسرين. نسرين، خبريني كيف تقضين رمضان؟ والله مع العيلة بنتفسح بنخرج كله تمام الحمد لله. يعطيك العافية. عندي لك سؤال، وإذا جاوبتي إن شاء الله جائزة. خلاص. جائزتك إن شاء الله بتكون مقدمة من جابر للنظارات، طبعا أغنية على التعريف. أوكي. سؤال تقول: أكمل المثل التالي: الذهب زينة. ذهب زينة و أنا ما أريدك تخسر، إنك أنت جاي متعني حق البرنامج وتشارك يا جوني، فما يصير. فضروري إنك تفوز لو سمحت. ما في احتمالات؟ ما في احتمالات. فكر فيها. الذهب إيش؟ يعطيك العافية. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. اسم الكريم؟ شريف سلمان. عفوا؟ شريف سلمان. شريف، والنعم. بسنت سعيد. والله والنعم. شريف، عندي لكم سؤال من الدليل، ولكن قبل أن أروح للسؤال خبروني قبل كل شيء كيف تقضون وقتكم في رمضان؟ ما بين الشغل وما بين الأسرة وشوية قرآن، يعني موزعين شوية كده. سؤالكم يقول: أكمل المثل التالي: الذهب زينة. الذهب زينة و لا مش عارفة صراحة. مش عارفة، ما سمعتي بهذا المثل نهائي. أنا عارفه بس نسيته دلوقتي. يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا. ميرسي. شكرا. ذهب زينة و خزينة؟ الذهب زينة؟ أول مرة أسمع فيه. هذا مثل يعني مشهور. هو في الذهب زينة في الباترينة بس ما عرفت شو هو يعني. هو ذهب. الذهب زينة ويكمل بحاجة أخرى. الذهب زينة هو؟ والدخار؟ يعني تجمل مثلا؟ لا، زينة والدخار أو زينة وتخزين، حاجة زي كده. زينة وخزين ممكن؟ فعلاً إجابتك صحيحة، يعطيك العافية. هذه جائزتك مقدمة من نظارات الجابر. شكراً لكم. شكراً جداً. حياكم الله. يديك الصحة. فعلاً إجابتك صحيحة، يعطيك العافية. وهذه جائزتك مقدمة من جابر النظارات. شكراً لك. مرسي، ونشكر قناة بينونة على البرنامج الحلو كمان. حياك الله. شكراً. نقول ألف مبروك للي فازوا ويانا في حلقة اليوم، وحظ أوفر للأسف اللي ما فازوا معنا. إن شاء الله باكر يجدد لقانا في نفس الموعد وفي نفس الوقت. انتهت حلقتنا ومع السلامة.